اقتنع الحوثيون بإيقاف الهجمات على دول التحالف، واقتنع التحالف بإيقاف الهجمات على الحوثيين. قبل الحوثيون التفاهم مع الطرف الخارجي وفشلوا في الوصول إلى اتفاق مع الطرف الداخلي. تقول سلوكيات الحوثيين التفاوضية بشأن رفع الحصار عن تعز إن معركتهم في المقام الأول مع اليمنيين وليست مع غيرهم. المبعوث الأممي ذهب صنعاء ليقنع الحوثيين للأسف الشديد بفتح الخطوط الرسمية الخاصة في تعز. الخطوط اللي كان طرحوها الحوثيين طرحوا خطوط فرعية جبلية لا تصلح للاستعمال في حقيقة الأمر، إنها خطوط يعني تستمر المعاناة كما هي عليه، يعني لن يفتح الخطوط الرسمية التي إلى داخل مدينة تعز. الرزامي من أول يوم اللي كان رئيس لجنة التفاوض التابعة للحوثيين يعني كان رافض رفض قاطع أن يفتح خطوط رسمية إلى داخل مدينة تعز، الخطوط الروتينية المعروفة اللي يتنقل الناس منها إلى جميع المحافظات بسلاسة ويسر وسهولة. حاول عبد الملك الحوثي التحايل على انكشاف جماعته وسقوط ذرائعها أمام الداخل والخارج. دعا مجموعة من أبناء تعز إلى اجتماع وظهر عليهم من خلال شاشة. تناقض الرجل في خطابه، نفى وجود الحصار وأثبته في الوقت ذاته، يقول لك نحن محاصرون وسنفتح الطرقات. لا يفتح الطرقات إلا من أغلقها. في وكالة سبأ التابعة للحوثيين أو التي سيطر عليها الحوثيون يقول عبد الملك، أو هذه هي الكلمة نقلتها الوكالة، من يحاصر تعز وكل محافظات اليمن هو تحالف العدوان، ولسنا من نحاصر بل نحن المحاصرون، وأكدنا استعدادنا لفتح طرقات لخدمة المواطنون وجاهزون لذلك بشكل مبادرة، وكأن المفاوضات لا تسري منذ أشهر في عمان. بحجة عدم امتلاك قرار الموافقة على فتح طرقات تعز، عاد الرزامي مع فريقه وأغلبيتهم من صعدة إلى صنعاء، ثم ظهر في مؤتمر صحفي بعد وصوله ليتوعد بفتح المقابر بدلا من المعابر. سبحانك اللهم إذ منحته قرار فتح المقابر وحرمته قرار فتح المعابر. فعندما نرى منهم حسن نواياهم وصدق التعامل وجديتهم في إصلاح البلاد واستقرارها، وليس كخطوط يستخدمون أبناء تعز كدروع بشرية أو أن تكون خطوط عسكرية لهم، فهذا يؤلمنا. بدل أن نفتح خطوط ستكون هناك فتاح مقابر، وهذا لا نريده. واحد من الردود المنتشرة على التصريحات السابقة، ستفتح المعابر بالمعابر وينتزع السلام بالسلاح. فؤاد الحميري نائب وزير الإعلام الأسبق، ستفتح المعابر بالمعابر، تلك هي اللغة، وسينتزع السلام بالسلاح، هذه هي المعادلة، ولن تخرجوا من تعز بل سيخرجكم أبناؤها من اليمن، هذا هو العهد، وإنكم لتدركون. أيها الحوثيون، ألم تسألوا أنفسكم قبلا لما واجهتكم تعز بمعلميها ومدرسيها قبل عسكريها؟ لأنها لم ولن تراكم أهلا لقتال بل أهل لتربية، فقدمت إليكم مربيها ليربوكم، وقد كان وهو كائن وسيكون. بعد وقت طويل من المفاوضات، عاد المبعوث الأممي إلى صنعاء يفتش عن موقف الحوثيين من فتح الطرقات. 3 أيام قضاها المبعوث في صنعاء وغادر، ولم يدلي بأي تصريح حتى الآن حول نتائج الزيارة. يقول نبيل الجامل وهو عضو الفريق المفاوض عن الحكومة، حتى اليوم ننتظر نتيجة زيارة المبعوث لسلطة صنعاء بشأن الموافقة على مقترح مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، والذي يتضمن فتح 4 طرق في تعز من ضمنها طريق رئيسي وطريق بين دمت والضالع. يقول نخشى أن يستهلك وقت الهدنة الثانية بنفس الطريقة التي استهلك فيها أو بها وقت الهدنة الأولى. يغرد عارف المليكي ويقول مشروع المقابر الجديد لمدينة 5 مليون محاصر. تصريح رئيس الوفد الحوثي التفاوضي الأخير بفتح مقابر لمدينة تعز بدلا من فتح المعابر والمنافذ ليس جديدا، بل يعبر عن سلوكيات عصابة دموية أدمنت قتل اليمنيين وحصار اليمنيين. عبد الناصر يقول الحسم العسكري مطلب الجميع بدون أي استثناء، كلام رزامي، وهذه العنجهية أو العنجهية أظهرت ما يخفيه الحوثيون. يوسف يقول بعد تقديم كل هذه
التنازلات من الشرعية بفتح المطار والقبول بالجوازات وفتح الميناء، إلا أن ميليشيا الحوثي ما زالت تهدد بفتح المقابر بدلا عن المعابر لمدينة تعز. ميليشيا لا تفهم إلا لغة القوة. أبو محمد يقول رئيس اللجنة العسكرية للحوثيين في مفاوضات الأردن يحيى الرزامي يهدد بفتح مقابر في تعز، فتحوا الميناء والمطار وأخذوا الإيرادات واستخدموا جوازات غير شرعية، ما هو دور المجلس الرئاسي حاليا؟ ماذا ينتظر الجميع من ميليشيا لا تجيد سوى فتح المقابر ونشر الموت؟ ماذا ينتظر ابناء تعز بعد هذا التصريح؟